السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن إحدى المهازل اللي بتحصل في عهد السيسي، وهي مهزلة الانتخابات. طبعا مش انتخابات الرئاسة ولا حاجة، لا، بس هو تمهيد ليها. يعني يمكن مصر كلها امبارح شافت اللي حصل، أو شافت بمعنى صح صناديق متكسرة وأصوات وأوراق كتيرة مرمية على الأرض. ده كان الحدث ده حصل في نقابة المهندسين في الجمعية العمومية الاستثنائية اللي اتعملت علشان خاطر يسحبوا الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي. لكن اللي حصل طبعا جه على عكس الناس اللي كانوا عايزين ده، وبالفعل شفنا المشهد المخزي يعني والمهين بصراحه لاي عرس انتخابي او ديمقراطي في اي بلد عندها بريال ديمقراطيه او بريال حفظ للحقوق المدنيه والتداول السلمي للسلطه والكلام ده كله. فاللي حصل في نقابه المهندسين امبارح مصر كلها شافته. طبعا السوشيال ميديا اشتعلت امبارح، طبعا شفنا فيديوهات التعدي. في النهايه هحكي لك الحدوته باختصار. بص يا باشا، الحكايه بدات ان في النقيب طارق النبراوي وفي بعض المتامرين في مجلس النقابه اللي هم الامين المساعد والامين العام والامين العام المساعد والامين امين الصندوق المساعد، دول طبعا شله كده مع بعض تبع حزب مستقبل الوطن، قال لك احنا محتاجين نعقد جمعيه عموميه علشان نطير الراجل النقيب ده اللي عامل لنا زي اللقمه في الزور. فنعمل ايه؟ عقدوا الجمعيه العموميه، وبالفعل الجمعيه العموميه تم انعقادها. وبعد التصويت ما حصل لقوا ان الاصوات راحه، ان هم رفضوا سحب الثقه من طارق النبراوي اللي هو النقيب الحالي، وبالتالي الموضوع يعدي كده. لا طبعا ما يعديش. جابوا بلطجيه واستعانوا ببلطجيه من الحزب الوطني او حزب مستقبل وطن يعني بمسماه الجديد، واعتدوا على الناس وضربوا كتير من الموجودين ومن الزملاء ومن المهندسين. وشفنا ده طبعا صوت وصوره والفيديوهات موجوده، هسيب لكم الروابط تحت في اللينكات تقدروا تطلعوا عليها براحتكم. وكمان تعدوا عليهم، بوظوا الدنيا، بوظوا الليله كلها بعد ما النتيجه جت على عكس هواهم. انا بقى مشكلتي النهارده طالع طارق النبراوي نقيب المهندسين بيبعت رساله استغاثه لعبد الفتاح السيسي، وبيقول فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كذا كذا، احنا بنشكر اللي حصل وبنطلب ان احنا ان الانتخابات يتم اعلان نتيجتها. يعني الحقيقه بس هو هنا طارق النبراوي او نقيب المهندسين بالظبط عامل زي اللي راح يشتكي حرامي لشيخ منصر، عشان بس يعني ايه تكون، لان الموضوع ده فيه نقطتين مهمين جدا اقول لك عليهم. النقطه الاولى ان انت راح تشتكي مين لمين؟ ما هو ده شيخ منصر، ودول الحراميه بتوع اللي مسرحهم، ودول حزب وطن اللي هو الحزب بتاعه او الناس اللي بتسنده او الجبهه المدنيه اللي بتسنده، او المفروض ان هم الدوله العميقه او جزء من الدوله العميقه اللي بيسند السيسي اللي هو الحزب الوطني القديم او مستقبل الوطن حديثا يعني. فانت راح تشتكي مين لمين يا حاج طارق؟ الله يبارك لك. ده اول حاجه. الحاجه الاخطر بقى من كده، ده يا باشا دي رساله للشعب المصري كله بقى اللي هو السيسي، يعني بيقول لكم يا جماعه خدوا بالكم اللي حصل هنا، ده مؤشر اللي حصل في الانتخابات. ايه اللي حصل في الانتخابات او في موضوع سحب الثقه؟ سنه دي اقتراع، ناس راحت انتخبت صوتت، فجاه اصواتها كلها بقت على الارض، بقت في الزباله. وجبنا بلطجيه اعتدوا على الناس واتضربوا، والناس اتضربت لمؤاخذه بالاسلحه البيضاء واتهانوا من خلال بلطجيه معاهم سلاح. فبالظبط ببساطه جدا جدا يعني، يوم ما حد يفكر مش على هوا البرنس ويجي يخش قدام ويروح ياخد اصوات وكلام من ده، كل ده هيبقى في الزباله، واحنا اللي معانا لا مؤاخذه السلاح، هم اصحاب اليد العليا. فما فيش حاجه هيبقى اسمها انتخابات ديمقراطيه في مصر، ما فيش حاجه اسمها انتخابات 24، كده كده السيسي جاي. جبت مين؟ جبت جيل ازرق بالذوق بالعافيه، هم اللي هيمسكوا البلد. وهو الراجل قالها قبل كده يعني، مش او بمعنى صح مش هيسيبوا البلد، مش عايز اقول مش هيمسكوا البلد، لا هم مش هيسيبوا البلد. والراجل قالها قبل كده يا جماعه، يا نحكمكم يا نقتلكم. فاكرين طبعا التصريح الشهير ده. فبس فهو دي رساله بسيطه جدا يا عم طارق النبراوي، او بمعنى صح ده تيست صغير كده، تيست بسيط كده للشعب كله عشان يبقى عارف وفاهم ان اللي ممكن يحصل بعد كده في انتخابات 24 لو حد جه غير السيسي ايه اللي ممكن يحصل. بس دي مجرد يعني رؤيه بسيطه كده، اتمنى الناس تحطها في دماغها. سلام ونشوفكم في فيديو جديد.